تخطت نسبة إشغال المنشآت والفنادق التابعة لوزارة السياحة 90% على كامل الموسم، حيث تعمل الوزارة في الوقت نفسه على تعديل سياسات التسعير بما يتناسب مع أسعار المواد. هذا وحققت الفنادق العائدة بملكيتها لوزارة السياحة خلال الفترة الممتدة من بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر تموز رقم أعمال إجمالي وصل إلى 16 مليار و600 مليون ليرة سورية، مرتفعاً عن المحقق خلال الفترة نفسها من عام 2020 بما يقارب 12 مليار و900 مليون ليرة سورية وبنسبة ارتفاع 314%. سير فرع المؤسسة السورية للتجارة في اللاذقية عدداً من السيارات الجوالة محملة بنحو 23 طنا من السكر والأرز، وذلك إلى أحياء سونجوان والبصة والمقاطع والجميزة، مع وجود جهاز ماستر في صالة تشرين بحي المشروع السابع بهدف تسهيل عملية حصول المواطنين على المواد الغذائية المدعومة. حذر خبراء اقتصاد من أن تونس المطالبة بسداد جزء من ديونها هذا العام باتت عاجزة عن الاقتراض مع تراجع الموارد الخاصة بتعبئة موازنة الدولة، ما يعقد موقفها إزاء المؤسسات المالية الدولية. وبحسب الخبراء ستكون تونس مطالبة بتعبئة 23 مليار دينار أي نحو 8 مليارات دولار في المرحلة القادمة في ظل تعطل عجلة الإنتاج بسبب الأزمة الصحية وتفاقم الأزمة الاجتماعية. أظهرت بيانات مبدئية من هيئة الجمارك الكورية أن كوريا الجنوبية لم تستورد أي كميات من النفط الخام الإيراني في شهر تموز الماضي ولا قبل عام، وأشارت البيانات أيضاً إلى أن كوريا الجنوبية استوردت في المجمل 10 مليارات و700 ألف طن من النفط الخام الشهر الماضي مقابل 11 مليون و600 ألف طن قبل عام. تراجعت ثقة المستهلكين الأمريكيين أوائل شهر آب إلى أدنى مستوى لها خلال نحو 10 سنوات، حيث أصبح المواطنون أكثر قلقاً بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة. هذا وأظهرت البيانات الصادرة أن مؤشر المعنويات الأولي الصادر عن جامعة ميشيغان انخفض بمقدار 11 نقطة إلى أدنى مستوى منذ كانون الأول 2011.